دعوني أقول أنا أحبكم أيضا، أنا أحبكم أيضا. دعوني أقول أن قلبي مليء اليوم، مليء بالامتنان للثقة التي وضعتموها فيها، ومليء بالحب تجاه بلادنا، ومليء بالتصميم نتيجة هذه الانتخابات. لم تكن ما كنا نريده، لم تكن ما كفحنا من أجله، لم تكن ما صوتنا من أجله، ولكن اسمعوني عندما أقول نور الوعد الأمريكي سوف يظل يشع دائما طالما لا نستسلم إطلاقا، وطالما واصلنا الكفاح. لدوغ حبيبي وأسرته، إني أحبكم كثيرا، ولرئيس بايدن والدكتورة بايدن، شكر لكما على ثقتكما وعلى دعمكما، ولحاكم وولز وأسرة وولز، أعلم أن خدماتكم لأمتنا سوف تتواصل، ولفريقي الرائع، للمتطوعين الذين أعطوا الكثير من وقتهم، وللعاملين والمسؤولين في المجالس الانتخابية المحلية، أشكركم، أشكركم جميعا. أنا فخورة جدا بالسباق الذي خضناه والطريقة التي بها خضنا هذا السباق خلال 107 أيام من هذه الحملة الانتخابية. كانت لدينا نوايا تهدف إلى بناء المجتمعات والتحالفات والتوحيد الناس من جميع مناحي الحياة والخلفيات، متحدين لحبهم بالوطن، بالحماس من أجل القتال والكفاح لمستقبل بلادنا. وقمنا بذلك ونحن ندرك أننا جميع لدينا الكثير مما يوحدنا أكثر بكثير مما يفرقنا، وندرك أن الناس يشعرون لهم مشاعر مختلفة الآن، أنا أفهم ذلك، لكن يجب أن نتقبل نتيجة هذه الانتخابات. في وقت سابق اليوم تحدثت إلى رئيس المنتخب ترامب وقمت بتهنئته على فوزه، كما أنني قلت له أننا سوف نساعده ونساعد فريقه في المرحلة الانتقالية، وسوف نعمل على انتقال سلمي للسلطة. مبدأ أساسي في الديمقراطية الأمريكية يفيد بأنه عندما نخسر انتخابات نتقبل النتيجة. هذا المبدأ كأي مبدأ آخر يميز الديمقراطية من حكم الفرد أو الطغيان، وأي شخص يسعى للحصول على ثقة الشعب يجب أن يحترمه. وفي الوقت ذاته في أمتنا نحن يجب أن نظهر الولاء ليس لرئيس أو حزب، وإنما لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، والولاء لضميرنا ولإلهنا. ولائي لهذه هؤلاء الثلاثة هو ما جعلني أقول هنا أنني بينما أقر بالخسارة في هذه الانتخابات لا أقر بالخسارة في هذه المعركة التي غذت هذه الحملة الانتخابية، المعركة من أجل الحرية ومن أجل الفرص ومن أجل العدالة وكرامة كافة الناس، معركة من أجل المثل التي هي في صلب أمتنا، المثل التي تعكس أمريكا في أحسن صورها. هذه المعركة لن أتخلى عنها على الإطلاق.